السيد اليزيد حامد. الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله. جهوية وخاصة في ظل تقالي رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد. نوب امتحن نلقاوه يختلف بالنسبة. نوتر بريزيدان هاسبيدال سيتينا. شراكة في هذا الصالون نعتبره احنا بالنسبة إلينا باللي إنه فضاء من فضاءات اللي نقدروا ننشطوا فيها ونقدروا نتبادلوا فيها، خاصة كيفاش يقولوا لي زيكسبيريونس نتاعنا، كذلك يسمح لنا باش نشوفوا المستقبل بنظرة علمية جديدة. العلاقات طبعا متميزة وبفضل الإرادة السياسية لدى قائدي البلدين وخامة الرئيس محمد الشيخ الغزواني وسيادة الرئيس عبد المجيد تبون، وتشهد العلاقات في هذه المرحلة منذ السنوات الماضية القليلة قفزة كبيرة شملت جميع المجالات، ونقوم الآن بتطوير مشاريع استراتيجية ستكون لها إن شاء الله وفاة كبيرة في دفع مسيرة التعاون الثنائي بين البلدين. إنها فرصة رائعة أن نكون هنا لنرى ما تقدمه الجزائر في مجال الزراعة، ونتوقع أن نعرض إمكانياتنا من موزمبيق ونرى تبادلا بين موزمبيق والجزائر، سواء فيما يمكننا الحصول عليه من الجزائر أو ما يمكننا تقديمه في مجال الفرص الزراعية، كما نقدم فرصا للجزائر للاستثمار في موزمبيق، لذا فهي فرصة جيدة للجزائر للتعرف على ما يمكن أن تقدمه موزمبيق، ونحن نقدر ما تمتلكه الجزائر لنرى ما يمكننا الحصول عليه من الجزائر في مجال التكنولوجيا.